السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أشكر جنود الإمارات البواسل في قوات التحالف في اليمن الشقيق، ونبارك لهم شهر رمضان المبارك، وندعي لهم بالتوفيق والنصر والسداد، وأن الله يعودهم لنا منصورين بإذن الله، يعيدون لأهاليهم مفتخرين بنصرهم، والله يرحم شهداء الإمارات البواسل اللي هم عزنا وفخرنا، وأن الله يرحمهم ويغفر لهم ذنوبهم ويتجاوز عنهم، والله يديم السعادة والأمن والأمان لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونفديك بالأرواح يا وطن.